تقولي ما تقولي يا ماما حتى واحد ما يقدر يعتق لانه ما يزن داك الجناوه الكبار دي. كيقول لي ملي قرب نقطع ليه العصبه ديال رجلي تهديد يعني كاين امه لا اله الا الله باش يفكوا ولكن ما قدروش. السلام عليكم. هذه واحد الجاره ديال الاخت ديالي ناقشت هي والاخت ديالي على قبل داك السان ديك اللي عطاوني مشروع باش يسكنوا فيه بما خرج لهم الساروت الفوق. وقفات معهم الجاره كانت صراحه بينا كانوا علاقه بيناتهم مزيان. وقفات معهم كتطلع وكتهبط وداك الشيء شويه ناض واحد النقاش بيناتهم قالت لها تخرجي من السان ديك ما تخرجي من السان ديك ولات الهضره اختي وقفت هاد الهضره جمعت الجيران كاملين قالت لي ماش كتقولوا لهاد السيده واش كتقولوا لهاد السيده قالت لهم السيده الجيران كلهم قالوا لها ما كنقولوا حتى شي حاجه يعني تناقشوا هبطات تناقشوا مع بعضياتهم فكوهم وداك الشيء ناض النقاش بدات كتهدد غنجيب لكم خويا نبركوا لكم في الدروج نجيب لكم خويا نبركوا لكم في الدروج اختي مشات دي هذه جاره غادي جاره معانا جاره معانا في نفس الحي اللي ساكنين فيه حنايا اه كانت كتدخل الدار وداك الشيء عادي السلام ديال الجيران ديال السلام الا كانت شي مناسبه الا كانت شي موت ولا داك الشيء السلام السلام وكتمشي ولكن الحكم مع العلاقه اللي كانت مع اختي ودارنا كانت بزاف يعني بزاف كان واحد انتي مع بعضياتهم بحال ختهم انا بعيده عليهم انا ساكنه بعيده عليهم ملي عند خوته شويه صعاب وداك الشيء ديما كتهدد بيهم وكتهدد بيهم اختي مشات دارت ديكلاراسيون باساس على حساب خوتها حنا عندنا وليدات صغار اختي عندها وليدات صغار اربعه الوليدات صغار وما كاينش بحكم ما كاينش معنا راجل في الدار وداك الشيء الوالد يلاه متوفي عندي اخويا كبر مني عنده 36 عام عنده مرض نفسي ما تيعقل ما والو غير الدار نعاس مشات دارت ديكلاراسيون عيطوا لي من جوندارم داروا المحضر مع بعضياتهم دخلوا الجيران باش يديروا الصلح مع بعضياتهم صافي قالت لهم هاد السيده ها تهجمت عليا وكتهددنا بخوتها فعلا ملي عيطوا عليها قالت لي ما الهضره ما كايناش دارت الانكار ما كايناش وكانت بغات تضربها بالموس دارت الانكار المهم دارت الانكار مع بعضياتهم حتى السلطات حتى هما بغا يدخلوا مع بعضياتهم باش يديروا لهم الصلح مع بعضياتهم حيت اه بغات تضرب هبطت تطلع في الاول بالموس هجمت عليها في الاول بالموس وعصا وصافي داروا لهم فكهم وانا شديت اختي فكهم مع بعضياتهم وداك الشيء صافي بالحكم ملي دارت ديكلاراسيون بالخوت ديالها وداك الشيء دخلوا الناس وقالوا حشومه غتولوا جيران مع بعضياتكم غتولوا الجوره مع بعضياتكم وداك الشيء صافي داكشي اللي اتفقوا له الوالده وداكشي الوالده بحكم مريضه بالسكر والطونسيون والقلب مابقاش قادة على المشاكل كاع نهائيا صافي غيدخلوا الجيران بالخيط ابيض غنديروا الديكلاراسيون قلت لها هي غدير اختي غدير تنازل وهي غادي دير التزام باش ما عمرها ما تبقى تقول تهدد بخوتها وداكشي فعلا داكشي اللي وقع دات خاص مول 2 ل3 ل4 خارجه انا مع الصباح خارجة مع الصباح هنايا حتى كنتفاجئ بها من الشرجم بقات كتعير تعير الكلام ما نقدرش نقول لك الكلام قدام الجيران كتعير وداك الشيء بدينا العيالات مع بعضياتهم كتعرف العيالات ملي كيتخاصموا مع بعضياتهم جاو الجيران قالوا لي حشومه وداك الشيء صافي ولات كتقول انا اللي خلاني مشيت انا دير الديكلاراسيون على حساب اختي كتقول لي المخزن كله غا فلوس انا عاطي عليكم الفلوس اه انا عاطي عليكم فلوس مخزنه كله غا فلوس انا مشيت عند لا جودان استقبلني وقلت ليها شنو كاين وشنو كاين عيط عليها قال لها وريني لما نعطي الفلوس وهذا المهم بقات نقاشات بحال هكايا دارت الانكار عاوتاني جمعوا الجيران ولحقوا عنا حتى لبريكات وبقاو كيطلبوا فينا ودخلوا بخيط ابيض بقاو كيطلبوا فينا صافي على اساس نهار الخميس مع الصباح غنديروا التنازل صافي اتفقنا الخميس غنديروا حيت ماما بحكم اه بحكم ماما مرضات وبقات كتبكي وداك الشيء قالت لك اش بغينا من المشاكل واش بغينا بهادي صافي ماما مسكينه ولات خايفه على قبل حساب خوتها لا يجي ولا يتجرأ ولا شي حاجه هادشي اللي كاين ماما ولات كتقول لي ها السخط الرضا ولات كتقول تسخط على بناتها ما تبقاوش تهضروا معاها
صافي داكشي اللي درنا تكالمات اختي تكالمين احنا يعني مناقشه هي اختي انا غير بعيده انا ماشي انا اللي دايره الديكلاراسيون. نهار الخميس كنت في الخدمه جيت مع الجوج جيت لداري تغديت انا وبنتي انا بحكم انا اللي مكلفه بجمعيه عضويه هنايا في الحي الا كانت شي موت او شي حاجه او اي مشكل هنا كيعيطوا لي انا اللي كنتكلف هنايا درجه انا كنتغدى كنسمع العافيه خرجت كنجري خرجت كنجري بحوايج الخدمه باقي الله كنتغدى انا وبنتي خرجت كنجري فعلا الموبيلي اونفاس مع الدار عندي كان شاعله فيه العافيه في السطح ملي درت كنجري طلعوا الجيران كنقول لهم فين كاينه العافيه فين كاينه نهايه البومبيه وداكشي طلع واحد السيد واحد الراجل قال لك راه ما كاينه العافيه الا ورا غير عافيه مديرينها في الكرطونه صافي قلت ما كاينه العافيه جينا راجعين والجيران ديالي دخلنا في حالاتنا انا ناشره نشير حدا داري انا داري انا في السفلي صافي يلا كنحيد في الحوايج حتى كنكتشف شدتني من الشعر ديالي كتقول لي انا جبت لي ربيك ما داك اللي الكلمه ديال ربيك جبد عليا بكروشي النيف هنايا جبد عليا بكروشي النيف خوتها كبار لاج ديال 34 35 كبار ربع عقلهم رجاله صافي اللي كنكتشف تحكمت من الشعر ديالي ودخل فيا دخل فيه بكثر لقيتهم مدوريني ثلاثه ولا ما عرفت جوج انا ما كنتش عاقله رجاله مدورين سيدي صافي كل واحد تيتلاوح فيا من هنا لحد اللي كان اللي عقلت من اللي كيشدني بحال هكا كنقول ليه عافاك راه عندي بنت راه عندي بنت عندي بنت كيقول لي احنا ماشي رجاله احنا مالا ما عندهاش الرجاله صافي من اللي كيخبط فيا بحال هكا هنايا كيدوروا فيا هما مع بعضياتهم شدني العقل اللي عقلت هز لي راسي شد لي شعري بحال هكا هز لي راسي كيقول لي طلبي منا السماح طلبي منا السماح طلبي منا السماح وانا بنتي مسكينه كتحرق بيناتهم بعضياتهم بثلاثه كتغوت ربي اللي خلقها كتقول ما تقول لي ماما حتى واحد ما قدر يعتق ان ما يزن داك الجناوه الكبار دي وكيقول لي ملي قرب نقطع ليه العصبات ديال رجليه تهديد يعني كاين أمة لا إله إلا الله باش يفكوا ولكن ما قدروش نازين جناوة بنتي كتحرك نقول لي عافاك بنتي حدي تسلمت وقلت لها شوفي إن قلت الله كبير وإن الله غفور رحيم صافي وجبد علي بكروشي وتلاحيت ما عقلتش على راسي تلقيت راسي في السبيطار هادشي اللي كاين صافي هادشي اللي كاين هادشي اللي عقلت عليه تلقيت راسي في السبيطار في موريزكو ناعسه صافي هادشي اللي الحاله ديال البنت بنتك كي ولات بنتي ما نكذبش عليك بنتي حالتها بنتي ما كتاكل ما كتشرب لحد الان من قبيله لقيتيني كنهضر معاها كنقول لها نوضي غتاكلي نوضي غادي الامتحان كان عندها انا تضربت الخميس والامتحان عندها هي الثلاث ما عرفت شي عرفات وشي ما عرفاتو حالته متدهوره غير كتبكي غير خايفه ركبوا فينا الرعب اللي هي لولاد الجيران للجيران كلهم حشومه وعيب وعار يكونوا العيالات مخاصمين مع بعضياتهم ما تجيبيش رجال وما تجيبيش خوت كما كان الحال العيالات كيتخاصموا مع بعضياتهم وكيتصالحوا وكما كان الحال الجيران راه ماشي كايرين وغنهزوا راسنا وغادي نمشيو راه شارين والله ياخذ الحق هادشي اللي كنت انا ملي مشيت للسبيطار لقيت راسي بخيط اللي راسي بخيط اللي صبعاني هنايا هاد واحد مخيط وواحد لا حيت ملي بدا كيصرفقني بجنويه هنايا العنقي كيسحب لي غيضربني لوجهي طاكت على يدي طاكت على يدي جبد عليا هنايا هي شوف هي جايين اساس غير باش يتكرفصوا عليا غير من وجهي وراسي هنا لتحت ما قاسونيش غير شاديني غير من وجهي واحد شادني من راسي وواحد تيدخل ليا في الوجه ديالي انا ملي عقلت على راسي انا ما كنتش عاقله حيت مع فيا الدوخه ما عقلتش انا غير خواتاتي وجيراني وداكشي المهم عقلت على راسي مدخليني للسكانير السكانير ومخيطه في راسي وداروا لي لي راديو حيت مع تضربت في الدار ديالي ضربني ملي دفعني طحت على الترطوار على الدار ديالي داروا لي السكانير داروا لي الراديوات وحاليا مخرجين لي لي ريم حيت كتجيني الدوخه مره مره تهبط لي الدم من نيفي مخرجين لي لي ريم مازال ما درتوش لي ريم مازال ما درتوش حاله ضعيف والخدمه ما بقيتش خدامه فيه حيت كنت خدامه غير تاع راسي ملي وقع لي المشكل انا بركت هادشي اللي كاين تلقيت راسي يومين وانا في السبيطار حتى نهار الجمعه عاد حتى نهار السبت في الصباح عاد جيت
داري. الاجراء ما تعرضتيش خش مثبت شنو درتيش باش على الجندار؟ ما مشيتش عند جارم حندار، كانت حالة عندي بقى متدهورة ما كنمشيش، كيتسناو فيها غير النود. مشات الأخ ديالي والأخ والوالدة ديالي، ملي شافوا هنا الجندار ما جاوش كيتسناو فيها غير النود. يعني كو كان بالإمكان يعتقلوها كون اعتقلوها. جاو لي الدار وما نعرف التفاصيل اللي وقعت بيناتهم، كون بغى يعتقلوها كون اعتقلوها. المهم الأخ ديالي والوالدة، أنا تضربت الخميس الجمعة السبت الحد الاثنين، يعني في هذه الأيامات ما جاوش عندي، كيتسناو فيها غير النود، كيعيطوا عليك يقول لي خصك باش تنوضي باش انا ما تنوضش. اختي صافي معاك كتردك العصاب وشد الوالده، مشات دارت شكايه في برشيد عند وكيل الملك، دارت استعجاليه صيفطوها ليهم، جاو تصنتوا لي، جاو عندي للدار تصنتوا لي. صافي هادشي اللي كان تصنتوا لي، ولكن حتى حاجه ما كاينه يعني، لا مازال ما تشدوش. الشيء كيقول لنا كاينين في السوالو، ماشي كيقول لنا في برشيد، يعني حاليا بقى ما شفت شي حاجه، بقى ما شفت والو. حاليا بقى في دارها كتخرج عاديه، كتهضر عاديه، يعني حتى حاجه بحال حتى حاجه ما كاينه. كيفاش كتشوف هاد السيده اللي تعداش عليك اللي كان محاوله القتل وان مازال في الدار ديالها؟ دير اخويا راسك انت في بلاصتي، كتحس بواحد الحقره والحقره، ولكن الا ما خديتش حقنا ناخذو عند الله سبحانه وتعالى. هادشي اللي كنطلب، الا ما خديتش حقنا ناخذو عند الله سبحانه وتعالى. وكنتمنى ياخذوا لي الحق ديالي، انا باغا الحق ديالي، ما بغيت حتى شي حاجه. الا السيده تعدات علي ياخذوا لي الحق ديالي منها. هادشي اللي كنطلب.